السماء بتشهد حدث فلكي نادر حدوثه من خلال ظهور المذنب أطلس، وده بيعتبر لأول مرة منذ ظهوره من أكتر من 80,000 سنة في أقرب نقطة من الأرض، بحيث أن نقدر نشوفه بالعين المجردة. طبعا المذنب ده بيعتبر واحد من أكتر المذنبات لمعانا، وده بيساعد طبعا المهتمين بعلم الفلك ومحبي الظواهر الفلكية والطبيعية، فرصة مهمة جدا لمشاهدته بكل سهولة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، معانا على التليفون دكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. دكتور أشرف صباح الخير يا فندم. صباح الخير لحضرتك والمشاهدين إن شاء الله. يا أهلا بيك. إيه هي مواصفات ظهور هذا المذنب وأسباب ظهوره؟ يعني بنتكلم من 80,000 سنة، ده رقم كبير قوي. حضرتك المذنبات أعدادها في المجموعة الشمسية بالملايين. أعدادها كتيرة جدا. مذنب أطلس، هو في 2 مذنب أطلس دلوقتي في السماء. في واحد اسمه أطلس A3 اللي احنا بنقصده دلوقتي، واللي هو موجود بعد غروب الشمس لمدة تصل ل 45 دقيقة، ده اسمه أطلس A3. ده تم اكتشافه في يناير 2023، واكتشف بواسطة مجموعة أطلس في جنوب أفريقيا وفي الصين. فمذنب أطلس يعتبر من ألمع المذنبات في ال 15 سنة الأخرانية، وهو دلوقتي كان في أقرب نقطة للشمس من يوم 9 أكتوبر، عشان كده هواة الفلك ابتدوا يشوفوه بالعين المجردة من 9 أكتوبر ولغاية آخر أكتوبر. هو دلوقتي ابتدى يبعد عن الشمس، فالمعان بتاعه ابتدى يخفض أقل من الأول، بس هيفضل مرئي ممكن لغاية 21 أكتوبر 22 أكتوبر. مذنب أطلس الثاني، اتفضل. مذنب أطلس الثاني اللي هو مذنب A4، ده تم اكتشافه من 3 أسابيع فقط، وده إن شاء الله هيبتدي في اللمعان في شهر 11 2024، فمع عشان ما نتلخبطش ما بين أطلس A3 وأطلس A4. تمام. طيب قبل ما نسأل عن نقدر نشوفه بالعين المجردة ولا لأ، وإيه أفضل الأماكن اللي نقدر نشوفه منها، نطمن الأول هل له أي تأثيرات على الأرض أو أي تأثيرات فلكية بتأثر على الأرض؟ لا، المذنبات دي مذنبات بعيدة، عبارة عن كتلة ثلجية لما بتيجي تقرب من الشمس الديل بتاعها بيكبر، فعشان كده مذنب أطلس A3 اللي هو موجود دلوقتي شبيه بمذنب هالي. احنا طبعا العالم كله بيهتم بالمذنبات اللي هي بتقرب جدا من الارض، زي شوماخر ليفي زي ما اتكلمنا عليه قبل كده، ده اللي هو اثر على المشتري واجزاء منه وقعت على المشتري، لكن المذنبين دول بعاد جدا عن الارض، مجرد ان احنا نشوفهم لامعين في السماء لكن ما لهمش اي تاثير على الارض. طيب دكتور اشرف، حضرتك بتقول انه المذنب A4 تم اكتشافه مؤخرا، ولا يعني دي اول مره يتم اكتشافه، ولا كان ظهر قبل كده؟ لا، ما ظهرش قبل كده خالص، دي أول مرة. خالص، دي أول مرة. حضرتك المذنبات أجسام بتجيلنا من على حافة المجموعة الشمسية، أعدادها كتيرة جدا. المذنب الوحيد اللي احنا دارسينه كويس وبيجي بالزيارة الأرض كل 76 سنة هو مذنب هالي. هم زي مذنب هالي، بس الفرق في الشكل بتاعهم إن المدار بتاعهم مفتوح، وده مفتوح يعني ده عمره قريب، ده يعني 76 سنة، ممكن يعني ممكن لو حد ربنا طول في عمره، مش الفكرة أقصد فترة الظهور، لو حد ربنا طول في عمره شوية 75 سنة يلحق يشوفه مرتين. إنما ده 80,000 سنة، ده لا، ده مش 80,000، ده في ناس بتقول إن هو ممكن يوصل لمليون عشان يكمل دورة حوالين الشمس. فده أول مرة تشوف البشرية في حياتها. دي فرصة طبعا. وفي مذنب بالحاجة تاريخية سنة 1882 حصل كسوف كلي للشمس، وهم بيحمضوا الصور لقى مذنب زار مصر من نوعية المذنبات ده، هي المذنب ده سموه مذنب الخديوي توفيق، ده برضو من نوعية المذنبات اللي زارت العالم مرة واحدة وبعد كده مش هنشوفها تاني. طيب هل هنشوفه بالعين المجردة ولا هنحتاج أدوات خاصة؟ ولو مش هنقدر نشوفه في البيوت، هل بتوفروا مثلا بث مباشر على الإنترنت أو مكان موجود في الأرصاد مثلا بحيث إن احنا نقدر نشوفه؟ هو حضرتك الناس بطبيعين شافته وصورته والكلام ده من يوم 9 والناس بتتابعه بالنسبة لهواة الفلك. اي حد ممكن يشوفه بالعين المجرده من البيت بعد غروب الشمس، يلاحظ لمده 45 دقيقه هيلاحظ وجود المذنب ده موجود في السماء. ناس كتير في محافظات مصر شافت المذنب وصورته وحتى بعتوا لنا بعض الصور. فالمذنب من الحاجات اللي مش محتاجه ان احنا نعمل بث مباشر او حاجه زي كده، لان هو طبيعي موجود في السماء. طيب اسباب ظهورها ايه يا دكتور اشرف؟ وهل من الممكن ان احنا
نصل لنتائج معينة مثلا من خلال رصدنا لمثل هذه المذنبات؟ هو في حاجتين أساسيين لدراسة المذنبات وحاجات كتير بنستفيد منها بعد كده. أول حاجة إن احنا نرصد هل هيبقى خطر على الأرض ولا لا. تمام. فزي ما قلت لحضرتك المذنبات دهيت مش خطر على الأرض خالص، إن هم بعاد عن الأرض. تاني حاجة، المذنب بيبقى جسم جاي لك من حافة المجموعة الشمسية، المواد بتاعته بتبقى ثلجية، بتيجي بتقرب من الشمس بتدوب وبيطلع منها مواد معينة زي المذنب الأخضر اللي احنا رصدناه من سنة تقريبا. الحاجات ده هي التحليل الكيميائي ليها بيعرفك نشأة المجموعة الشمسية ونشأة الكون والحاجات اللي بتحصل. حاجة ثالثة كمان ممكن نضيفها، ان احنا بتوصل لنا منه اجزاء ان بيبقى بقايا المذنبات دي موجودة في مدار الارض بيتم تحليلها. بنشوف زخات الشهب اللي بتحصل زي زخة شهب الجبريات اللي هي تحصل 21 و 22 اكتوبر برضو هتتشاف بالعين المجردة، دي عبارة عن بقايا المذنبات اللي هي عدت في المجموعة الشمسية، فالارض وهي ماشية بتاخد منها بعض الصخور بتنزل في صورة شهب ونيازج بعد ما بتنزل على الارض. فتحليل الشهب والنيازج دهيت وبتبقى جايه لنا من على حافه المجموعه الشمسيه بتفهم العلماء اكتر هل في مواد كيميائيه جديده مش موجوده على الارض ممكن نستفيد منها، ازاي كانت نشاه المجموعه الشمسيه، الحاجات اللي احنا ممكن نستفيد منها سيا كيميائيا سيا فلكيا، عظيم، حسابات المدارات، حاجات كتير جدا نقدر نستفيد منها في مختلف مجالات العلوم. كل الشكر ليك دكتور اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه.